عليكم ومرحبا بكم معايا فيديو جديد في درس جديد. الوغ الدرس اللي سبق كان على فن الابليكي، كنت درت فيه واحد النوع من الابليكي، وهذا النوع من الابليكي اللي كنت خدمت فيه هذاك لونطوالاج تيرموكولا ياك، وجاوني اسئله بزاف بزاف على هذا لونطوالاج تيرموكولا، مع انني كنت اعطيت الاسم ديالو ياك. الوغ اشنو هو السؤال؟ كيقولوا لي شنو سميت هذا الكاغيط او هذا الورق، فين كيتباع؟ دونك اليوم انا جيت وقلت غادي ندير واحد لا فيديو باش نجاوب على هذه الاسئله، حيت كانوا كثارين اللي طرحوا لي هذا السؤال، نفس السؤال في مدى باش نجاوب كل وحده بوحدها. انا درت هذا لا فيديو باش نجاوب هذا الجميع داكو. دونك الوغ بالنسبه لهذا لونطوالاج تيرموكولا اللي انا ديجا راني هضرت عليه، هو تيكون مصوب من واحد التوب ياك، هذاك التوب نوع ديال التوب اللي كتكون فيه لاكول من جوج جهات ياك، وهذيك وهاد التوب هذا كيكون لاصق على واحد الكاغيط، وهذاك الكاغيط اللي هو سي تان بابيي سولفوريزي، هذاك الورق اللي كنخدموه نيت في المطبخ من كنطيبوا مثلا الحلوى، كنديروا هو في اللاطا اولا في الصينيه وعاد كنحطوا عليه الحلوى وعاد كندخلوه الفران، حيت هذا الكاغيط هذا كيتحمل السخونيه. داكشي علاش حنا كيكون مديور مع هذا التوب هذا، منها تيحمي هذا لاكول اللي كتكون في هذا التوب، منها كيمن كتحطي عليه الحديده كيتقبل هذيك السخونيه ديال الحديده داكو. وهذا هو اللي كنت وريته لكم، اللي هو هذا ياك، ها هو كما وريت لكم فيه هذا الورقه هذه اللي هي توب، هذه راها توب فيها لاكول من هنا وفيها لاكول من هنايا، وداري ليها هذا الكاغيط. انا حيدت كاع من هنا الكاغيط باش تبان لكم هذه الورقه، وداري ليها هذا الكاغيط. هذا الكاغيط هو اللي هو سي دو بابيي سولفوريزي، هو اللي باش يحمي لينا هذه الورقه هذه اللي فيها لاكول، حيت الورقه غير خفيفه. و اون ميم طون من غادي انا نحطها فوق التوب، غادي نحدد عليها، غادي نحدد على هذا الكاغيط هذا، وهذا الكاغيط كيتحمل السخونيه. هذا التيرموكولو هذا واش موجود في المحلات كلها؟ ما نقدرش نقول لك، بعد هنايا عندنا هنا في مكناس ما كاينش، ما موجودش داكو. يقدر يكون موجود في محلات كبار، مثلا في الدار البيضاء يكون عند دوك لي ميرسوري كبارين اللي كيكونوا كيجيبوا حويجات من على برا، يقدر يكون عندهم في مدن اخرى بحال دابا في الجزائر ولا شي حاجه، في شي مدن اللي كبيره، يمكن الا كان شي ميرسوري اللي فريمون كتجيب داكشي ديال برا راه يقدر يكون عندها، ما نعرف. لان هذا انا جبته معايا من على برا، جبته معايا من فرنسا، اما هنايا من مشيت قلبت عليه بعد انا في مكناس ما كاينش، ولكن كاين حاجه اخرى اللي نقدروا نستعملوها حتى هي. الوغ دابا انا غادي نعطي لكم البديل بالنسبه لهذا، نيت كاين واحد السؤال نيت اللي كان تسال ليا واش كاين البديل لهذا داكو. الوغ اشنو نشوفوا حنا؟ غادي نشوفوا شكيلات ديال هذا لونطوالاج تيرموكولو، ولكن عنده اون سيرفاس، وهذا اللي عنده واحد السميه ديال اون مارك، دونك سميه كوميرسيال اللي هو كيتسمى فيزلين داكو. دونك هاد السميه هاد الفيزلين انا غادي نحطها لكم في صندوق الوصف، وغادي نحط لكم حتى السميه ديال هذا، واخا ما غاديش الا بغينا نمشيو نشريوه واخا تعطيلو السميه ما غاديش يعرف، مازال الا قلتي له هذاك التيرموكولو اللي عنده دو فاس ديال لاكول، اولا تقولي له داك الفيزلين اللي عنده دو فاس ديال لاكول يمكن يعرفها، اما باش تعطيلو السميه ديال هذا يقدر ما غاديش يعرف داكو. الوغ هذا سميتو لو فليزوفيكس، فليزوفيكس حتى هو غادي نحط لكم الاسم ديالو في صندوق الوصف ياك. الوغ دابا غادي نشوفوا هذا الفليزلين. الوغ هذا الفليزلين كيكون فيه لاكول غير من جهه وحده، وهذا فين كيستعملوه؟ كيستعملوه سورتو الناس اللي كيديروا الخياطه العصريه، كيخدموه كيستعملوه في لوكول باش كيوقف ليهم لوكول، كيستعملوه كذلك هنايا في اليدين ديال القوامج ديال لي شوميز ولا هذا، دونك هو كيوقفوا به التوب. دونك سورتو ملي كيكون عندنا التوب خفيف، مثلا هو التوب خفيف بحال هكذا، الوغ هذا الا درت له انا هذا الفيزلين درت له من هذه الجهه غادي يولي ليا واقف داكو.
وهذا البيزلين هذا كذلك كنستعملوه في السيكان الا بغينا نصاوبو دي ساك او نصاوبو دي تروس او نصاوبو دي بورتموني او لا دي تروك حويجات بحال هكا اللي بغيناهم يكونوا واقفين كنخدمو. الوغ كاين هذا النوع ديال البيزلين اللي هو هذا اللي هو متداول بزاف، هو هذا اللي كيخدموه بزاف. الوغ هذا كما كتشوفي هنايا، ها هو هنايا هذا الوجه هنايا كيبري ياك، هذا فيه لاكول، وهنايا هاد الجهه هادي ما كتبريش. دونك حنايا هاد الوجه هذا هو اللي كنحطوه على الثوب، والحديده كنحطوها فوق من هاد الجهه اللي ما كتبريش، وكنحدو باش كيلصق لينا هذا يلصق لينا على الثوب. داكوغ، دونك كاين هاد الشكل هذا، وهذا هذا هو اللي هاد الكراماج هذا راه غير 25 هو رقم، كاين اللي غلط منه وكاين اللي غلط منه اكثر. الوغ هذا كيدير 2.5 دراهم للمتر صافي. دونك الوغ كاين هذا النوع هذا، وكاين هذا النوع الاخر اللي انايا قلت لكم بان حتى هو سي فيزلين حتى هو، ولكن هو شكل اخر. هانتوما كما كتشوفي هنا في واحد الحبيبات، هذا كيسموه ملتي بوان ولا شي حاجه بحال هكذا. ما دونك ها هو عندك هنايا في حبيبات، هاد الحبيبات هما اللي لصق ياك، وهنايا ها هو هنايا ارتب داكوغ. كاين هاد الشكل، وهادو هو اللي كنحطوه فوق من 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 الثوب، والحديده كنحطوها هنا ياك. الوغ هذا كيدير 3.5 دراهم للمتر، هذا اغلى من الاخر داكوغ. دونك اللي كيخيطوا الخياطه العصريه راه غادي يعرفوا الفرق ما بين هذا وهذاك، وهما اللي كيستعملوه بزاف. انا دابا غير جبت لكم الانواع اللي كاينين، ما انا هادو ما كنخدمهمش. انا اللي كنخدم بزاف وهو هذاك الثيرموكولو دوبل فاس، هو اللي كيخدم ليا انايا مزيان صافي. دونك انا غير وريت لكم هذا الشكيلات ديال هاد الفيزلين، باسكو السؤال اللي كان تطرح عليا دونك كان يخصني ندير هاد الشرح كله باش نجاوب عليه، واخا كنت هضرت عليه في الفيديو اللي قبل عطيت الاسم، ولكن ما كانش تقتنعوا بداك اونطوالاج ثيرموكول. دونك دابا كنحاول نعطي واحد التفسير معمق واخا. وكاين كذلك واحد لا طوال، هادي سي اون طوال، ها هي هادي توب لا طوال ياك، اللي كتسمى لا طوال كولونت. هاد الجهه من هنا راها توب، وهنايا فيها لا كول. الو هادي كيغلفوا بها هادي كنديروها بحال تبطين داكوغ، غلاف. الو هادي كاين اللي كتفزك، كنديروا لها الماء حتى كنفزكوها بالماء، وعاد كنحطوها فوق من الثوب وكندوزوا ليها الحديده. وكاين اللي كتغيت كتحطيها غير بلا فابور ديال الحديده كتلصق داكوغ. دونك هادي كتسمى لا طوال كولونت داكوغ. دونك فوالا. الوغ كيما قلت لكم كاع الناس اللي كيديروا الخياطه العصريه راه تيعرفوا هاد التوابات، هاد لي تيرموكولو يعرفوهم هم فوالا. دونك هادو هما. الوغ دابا انا غادي نحاول غير باش نوري لكم هنايا، مثلا انا خديت واحد الطرف ديال فيزلين، ها هي ياك. الوغ الا خديت مثلا انايا التوب ديالي، هذا التوب ها هو كيما كتشوفي، هذا التوب خفيف. الوغ كناخد انا هذا التوب اللي خفيف مثلا هكذا، ونحط عليه هاد البلاصه هادي اللي فيها لاكول، هي اللي كنحطها من فوق من التوب، فوق الظهر ديال التوب ياك. وكنحاول باش تكون عندي قدها قد التوب او لا حتى صغر منها، ولكن ما تكونش زايده باش هذيك لاكول هذيك ما تبقاش ليا انايا في هاد الطبله ديال الحديده داكوغ. الطبله ما خصهاش تكرفس ليا انايا بهذاك اللصاق اللي عندي هنايا ديال هاد الثيرموكولو هذا داكوغ. دونك هاني دابا غادي كنحطها بحال هكذا. دونك هنا عندي كما قلنا الظهر ديال الثوب، هذا الوجه هذا الظهر، هنا عندي هذه اللي فيها لاكول، وهنايا كاين الجهه اللي ما فيهاش لاكول ياك. الوغ تنجيب انا الحديده وتنحطها هنا ياك، غير كنحط وكنزير عليها هكذا، ضروري نزير شويه باش تلصق. وهاد الحديده هادي ما خصنيش نكون دايرها فابور،
ما نديرش فيها الماء حيت الماء مع لاكول ما كيتوالموش ياك. دونك ديك الوقيته هادي ما غاديش تلصق لي مزيان. الوغ نجيب هكذا ونجي عاوتاني هنايا بحال هكذا نحطها هنايا عاوتاني شويه عاوتاني ونهز وعاوتاني نحط هنايا بحال هكذا صافي. وديك الوقيته انا بغيت ندير بحال هكذا ما كاينش المشكل. الوغ علاش كندير هاد الطريقه هادي كنحط غير بلاصه بلاصه باش الثوب ما يتكمش ليا. ويلا تكمل حيت الثوب غادي يتبع الا بقيت هكذا غادي بحال هكا الثوب غادي يتبع ليا الحديده وغادي يتكمش في التلصاق مع هذاك الثيرموكول صافي. الوغ ديك الوقيته كنخليها شويه هكذا تبرد وعاد نشوفها. الوغ هنايا كنحاول نشوف بانها راها لاصقه ليا مزيان. شتي لصقات مزيان وهذه كما كتشوفي دابا ها هي وقفات ها هي ولات واقفه والثوب ولا واقف داكوغ فوالا. الوغ هاد الفيازلين هذا اللي هو غير اون سول فاس حتى هو يمكن ليا نخدمو انايا في الابليكي. كيفاش غادي ندير؟ غادي ناخد انايا بحال هذا. دونك انا عندي هذا ندير فيه هنايا لو موتيف اللي بغيت مثلا نرسم شي حاجه اللي بغيتها هنايا قليب مثلا ولا ونقطعو ونلصقو فوق من التوب اللي انايا بغيت. مثلا عندي انايا هذا التوب هذا الطريف ديال التوب هنايا بعد ما انايا قطعت هنايا قليب الوغ كنجي وكنحطو هنا ما غاديش نلصقو بالكولا لا غادي نقبطو بفنيتات ياك ونلصقو غير اما نلصقو بالماكينه ندوز عليه خياطه بحال هكذا ومن بعد ندوز عليه طريزه بالماكينه اولا نلصقو غير باليد غير بواحد الطرز ديال اليد اللي الطرز من بين هاد الطرق ديال الطرز اللي غادي نشوفوهم ديك الوقيته نلصقو غير بيديا بحال هكذا ياك. دونك فوالا غير باش منها نلصقو منها ندير له اون ديكوراسيون. دونك حتى هاد الا ما كانش عندي هذاك الفيزلين دو فاس نقدر نخدم هذا داكور. المهم راني وقفت التوب حيت الا درنا التوب غير خفيف فوق من توب اخر ما كيعطيناش واحد المنظر زوين ما كيجي داك الشيء خفيف وكيقدر يتكمش لينا وكلشي. اما الا وقفناه بحال هكذا بالفيزلين راه يمكن ليا نديرو به لابليكي صافي. دونك هذا من ناحيه هاد الابليكي هذا. اما من ناحيه هذاك الدوبل فاس راني ديجا درت لكم لا فيديو ديك المره راحنا شفناه ومازال غادي نولي نزيد نخدمو في الدرس اللي جاي داكور. دابا انا درت لكم دابا غير باش وريت لكم هاد الفيزلين واش يمكن لينا نولي نقدروا نستعملوه داكور. وكاين هادو بدل اللي وريتهم لكم دابا هادو كاينين في المحلات. الوغ هذاك كيما قلت لكم كيدير 2 دراهم اونص للمتر الاخر كيدير 3 دراهم اونص للمتر وهذاك لا طوال كولوند كدير جو بونس 13 درهم للمتر. دونك هادو موجودين في المحلات يمكن لك تاخذيهم وتخدمي بهم ياك. وكاين واحد البديل اخر اللي انا اكتشفته هو كاين هنايا كيخدموا به هما سورتو هادو الناس اللي كيديروا الخياطه وداك الشيء غادي راه يكونوا يعرفوه ماشي يكونوا يعرفوه راه كيعرفوه كيخدموا به بزاف سورتو لي تايور. هذا كيخدموا به كيديروا به العطفه. الوغ هذا راه هو بحالو تماما بحال هذاك الثيرموكولون اللي عندي انايا اللي انا ديجا خدمته لكم. هانتي الا شفنا هذا ها هو وهذا راهم تقريبا بحال هذا خفيف هذا شي شويه شاد راسو ولكن راهما بحال هذا فيه لاكول من هنا ومن هنا حتى هذا فيه لاكول من هنا ومن هنايا ياك. الوغ هذا شنو كيديروا به انا نوري لكم بعدا شنو نديروا به ونوري لكم عاوتاني اشنو اللي قدر انايا لاش نقدر نخدم. الوغ هذا الا جيت انا هنايا مثلا هنا كنحطو وكنطوي عليه باش ندير العطفه كنطوي عليه بحال هكذا ياك ونجيب الحديده وكنبقى نحط عليه هنايا حتى يلصق فوالا صافي. دونك من بعد ها هو نحيد انا هاد الطريفات اللي من هنا ومن هنايا
صافي. ومن هنايا دابا نولي نحدد عليه صافي، وهو لصق. دونك عطاني واحد عطفه هنا، كما دابا باش ندير لوغلي كندير العطفه غير بالكولا هذه، منها كيموت عليه، وسورتو في لي بونطالون ديال الرجال ولا حتى لي بونطالون ديالنا ديال العيالات وداك الشيء. دونك راهم لي تايور كيخدموا هذه خدمتهم باش كيديروا العطفه صافي. دونك هذه هي الو، هادو هذا التايور كيخدم بهذا الشيء هذا. الو انايا اشنو جيت هذا غادي نخدمه انايا في موضع الا ما كانش عندي هذا، ياك الا ما كانش عندي هذا غادي نحاول نخدم بهذا ياك. وهذا اشنو اللي غادي ندير به انا؟ كيفاش غادي ندير؟ غادي نجي مثلا ناخذ لكم واحد ليكزامبل، غادي نجي مثلا عندي واحد لو موتيف اللي هو هذا ياك. الو انا غادي نجي ناخذ غير هاد القريعه هذه، ناخذ غير هاد الطريف هذا اللي عندي هنايا، نقدر ناخذ حتى هذه ولا ناخذ حتى شي حاجه كبيره، مي انايا غادي دابا غادي ناخذ لكم غير هاد القريعه هذه. هادي غادي نشوف كيفاش غادي ندير لصقها، كيفاش غادي ندير نخدم معها هذا ياك، باسكو هذا كيتبع بهاد كيتبع هكذا غولو هكا، ولكن فيه غير هاد فيه غير هاد فيه غير هاد لا لارجور هادي، ما كاينش اللي يعرض، كاين غير هاد لا لارجور هادي داكوغ. دونك حنا بالنسبه للخدمه ديالنا انت تكون عندك شي موتيف كبير ولا شي حاجه ما يمكنلكش تخدمي غير هذا هكذا بحال هكا. الوغ دابا انا شنو اللي غادي نجي ندير؟ غادي نجي وغادي ناخذ هاد الزواقه اللي عندي انا هنايا، ونحط هادي، نحط الطرف الاول مثلا بحال هكذا، ونجي ونحط الطرف الثاني بحال هكذا عليه ياك. دونك انا هنايا عندي جوج ديال الطراف، ها هما يقدروا ياخذوا ليا هاد الموتيف هذا. الا كان عندي ان موتيف كبير غادي نقطع من هذا حتى ثلاثه ولا اربعه ديال الطراف ياك. الوغ هنايا اشنو غادي نجي ندير؟ باسكو دابا الا جيت وحطيت لاكول حطيت الحديده، لاكول غادي تلصق لي في الحديده. انا اشنو اللي غادي نجي ندير؟ غادي نجي وغادي ناخذ واحد الكاغيط، الكاغيط هذا الكاغيط هذا هو هذا البابي سلفوريزي، هذا راه كيتباع رولو ديال الكاغيط، راه بحال اللي كتشري رولو ديال بابي الومنيوم ولا ديال بابي اليمونتير. دونك هو هذا نيت داك البابي اليمونتير اللي كيكون ياك. دونك انا نجيب هذا البابي هذا هكذا وغادي نحطو هنا من الفوق فوالا، خصو يغلف ليا هذيك لاكول اللي عندي، وديك الوقيته كنجيب وكنحط الحديدة غير هكذا باش يلصق. دونك ها هو لصق ليا هنا. انا نحيد هاد غير من هنا الطريفات اللي من هنا اللي فيهم هاد لاكول هادي نحيدها. صافي دونك ها هو لصق، ها هو لصق ليا هنايا. الوغ اشنو غادي نجي ندير دابا؟ دونك دابا راني وليت بحال اللي عندي، بحال اللي خدمت هاد التيرموكولون ديال دوبل فاس داكوغ، بحال اللي خدمت هذا. دونك هاني عندي هاد لو موتيف، ها هو راه لاصق. الوغ دابا شنو بقى ليا؟ بقى ليا غير نقطع هاد القريعه اللي عندي انا هنايا، هاد لو موتيف نقطعو بحال هكذا ياك. وهذه راه هي طريقه نقدر نخدمها، لحيت هاد لو غولو هذا اللي انا وريته لكم هذا كاين موجود في المحلات كيتباع، كياخذوه كما قلت لكم لي تايور، كيخدموه للعطفه، كيخدموه بزاف. دونك راه موجود، يمكن لينا حنا نخدموه باش نديرو هاد لابليكي داكوغ. دونك فوالا، وراه ما غاليش. انا هذاك الرولو كله، هذاك الغولو كله اللي وريته لكم هذا راه كيدير 13 درهم، راه ما غاليش وراه يخدم لينا بزاف. دونك ما نحتاجش انا حتى عاد نجيب من هذاك من فرنسا اللي ما كانش عندي لا بوسيبيليتي، نخدم انا بهذا صافي. دونك هنايا ديك الوقيته انا هنا غادي نحيد هذاك الكاغيط اللي عندي اللي انايا غير زدته. الوغ هنا خصني غنشوف كيفاش فوالا فوالا ها هو
انا غادي نحيد الكاريت لي زدت صافي، وغتبقى ليا القريعه عندي هنا وعندي لاكور الجهه الاخرى ديال لاكور. ها هي عندي هنا. الوغ هنايا غادي ناخذ انايا طريف ديال التوب، مثلا ناخذ انا هذا التوب هذا هكا. الوغ قبل ما نخدمو خصني ضروري يكون عندي محدد، ضروري الخدمه تكون عندي محدده باش ما يتكمش ليا، باش ملي نلصق هذا ما يجينيش تكماش صافي. وكنحط هاد القريعه هنايا بحال هكذا ونلصقها بالحديده فوالا. صافي كنخلي واحد لقيت بحال هكذا، ومن بعد كنشوف كنلقى راسي بانها هي لاصقه مزيان فوالا. دونك فوالا هادي لا سيت اون استوس اللي عطيتها لكم باش يمكن لك ديري هاد لابليكي هذا، واخا ما يكونش عندك هاد لو تيرموكولون هذا ديال دوبل فاس، يمكن لك تخدمي هاد لو غولو واخا هو ماشي عريض، دونك يمكن لك تخدميه ديري به منه كما قلت لك، ديري طريف وطريف حداه وطريف حداه حتى ديري على حساب لو موتيف اللي عندك. وهاد لو غولو هذا راه موجود في المحلات، دونك هنايا موجود بارتو فين ما مشيتي، حيت هذا تيخدموه لي تايور كما قلت لكم تيخدموه بزاف صافي. والثمن ديالو نيت راه ماشي غالي، دونك هذا راه كيدير 13 درهم لهاد لو غولو كله صافي. دونك فوالا الوغ يظهر لي راني جاوبت على الاسئله ديالكم. اشنو بغيت نقول لكم؟ واحد الحاجه بغيت نرغبكم ولا كاع المشاهدات اللي متبعيني، ياك كلكم انا على راسي وعينيا. غير اللي باغا نطلب منكم وهو ان ملي تبغي تشوفي لا فيديو ديالي سورتو الا كان هادشي اللي كندير كيهمك وكتستافدي معايا، من الاحسن شوفي لا فيديو من الاول حتى الاخر، حيت كيما كان الحال في ظرف هاد لا فيديو كلها راني كنهضر انا بزاف. اللي كيقولوا لي كتهضري بزاف، انا ضروري نهضر باش نفهم باش نعطي الماكسيمم، حيت الا ما هضرتش ما كي غادي ندير نوصل لك انايا المعلومه ونوصلها لك بدقه وديكشي الا ما هضرتش بزاف. دونك انا كنحاول نهضر كندير واحد الجهد باش نعطيك المعلومه كلها، كاع داكشي اللي عندي كنحاول نعطيه لك وربي راه عالم ياك. الوغ في لا فيديو كلها راه تنقول بزاف ديال الحويجات، دونك الا ما شفتيش لا فيديو كلها سي نورمال غادي تمشي لك واحد المعلومه ما غاديش تكون عندك، كتجي نتيا في الكومونتير وكتعطيني لا كيسيون على هذيك المعلومه اللي انت ما شفتيهاش وانا راني قايلها في لا فيديو، دونك معناتها ما شفتيش لا فيديو كلها. دونك من الاحسن الا كنتي باغا تعطيني واحد لا كيسيون تكوني شفتي ديجا لا فيديو كلها، باش لا كيسيون ما تكونش كاينه ما يكونش الجواب ديالها كاين في لا فيديو داكو. وانا على راسي وعينيا تسوليني على الا شفتي لا فيديو كلها وتسوليني على دي كومبليمونتير دي شي حاجه كومبليمون، ولا تسوليني على شي حاجه ما فهمتيهاش اولا شي حاجه انا ما وضحتهاش مزيان تقوليها لي نزيد نوضحها لك، راني كنوضحها لك راني كنجاوب على لي كومونتير كلهم دونك راني كنجاوب عليهم وكنعطيك لا ريبونس، ولا ندير انا كاع فيديو بحال هكا ونعطيك لا ريبونس على هذاك لا كيسيون ديالك داكو، غير تكون في المحل ديالها صافي. دونك كاينه هاد القضيه هادي، وكاينه عاوتاني قضيه واحده اخرى ان انايا لحد الان راني حاطه اكثر من 130 فيديو، دونك كل فيديو راه فيه معلومات، كل فيديو فيه شي حاجه اللي انا صوبناها كل هذاك، دونك راه كاين 130 فيديو. دونك كاين دابا اللي كتجي وكتحط ليا لا كيسيون كتقول لي مثلا ديري لينا هذيك الحاجه، وانا هذيك راني دايرها ديجا في شي فيديو قبل. الو من الاحسن كاع اللي معايا اللي متبعيني واللي كيهمهم هادشي اللي كندير واللي كيستافدوا معايا، دونك واخا يكونوا عاد اجدادات عاد يلاه دخلوا معنا، ما كنهضرش على اللي معايا من شحال هادي. الو اللي عاد التحقوا بالقناه يمشي ويشوفوا لي فيديو اللي كاينين، كل مره تحاول تدخل لواحد لا فيديو وتشوف، اولا مثلا الى هي مهتمه مثلا بالريدو ديال لا كويزين باغ اكزومبل لو ريدو اللي كيكون في لا كويزين، تمشي تدخل للقناه ديالي
الوغ القناه كتدخل الخيره كريا ياك وكتدخل ليها وكتمشي لهذيك البلاصه اللي فيها فيديو توطي على لا فيديو غادي يخرجوا لك لي فيديو كلهم ديالي من نهار اللي بديت من هادي تقريبا واحد العام كيخرجوا لك كلهم الوغ تما كتمشي تقلبي على لا فيديو اللي فيها الريدو مثلا الريدو ديال لا كويزين اولا لوازم الرضع في هذاك وراني دايره دي بلاي ليست عاوتاني لوازم المطبخ لوازم الرضع يمكن لك تدخلي لوازم المطبخ غتشوفي داكشي كله اللي درتو انا على المطبخ راه غادي تشوفي داكوغ وغتلقاي لا فيديو اللي كتهمك الدرس اللي كيهمك وغادي تدخلي وغادي تلقايه داكوغ دونك واحد المجهود غادي ديريه وراه غادي تستافدي دونك انا ماشي تنقول لك باش تشوفي ليا لي فيديو كلهم غادي تشوفي لي فيديو اللي كيهمك غير انايا باش من تجي تسوليني مثلا ما تقوليش مثلا ديري لينا الريدو الوغ كو انا راني دايرته ديجا ياك دونك هذا انا غير بغيت ندير واحد التوضيح باش كومسا باش من انا حيت انا غادي نجاوبك وغادي نقول لك سيري شوفي واحد دونك من الاحسن نقولها لك دابا وصافي واخا دونك والاسئله ديالكم كلهم على راسي وعينيا وانايا مستعده باش نجاوب كل وحده وانا مستعده باش ندير كل طلب او كل رغبه نديرها لكم كما قلت لكم انا غير مع الوقت كل مره ندير حاجه واخا من كتعطيني السؤال راني بعد نوبه راني ما تنجاوبش عليه كندير غير انكا ولا معناتها راني غادي ندير هذاك راني شفت السؤال وراني شفت الكومونتير وراني غادي ان شاء الله نطبق هذاك لا دوموند ديالك صافي دونك فوالا انا هادشي اللي كنت بغيت نقول لكم راني واقيلا طولت عليكم شي شويه بالهضره وكاين اللي كيقولوا لي كتهضري بزاف الوغ هادشي اللي عطى الله ما عندي ما ندير لكم هادشي اللي عطى الله فوالا دونك ما بقى ليا غير نقول لكم السلام عليكم ونتلاقاو ان شاء الله في الفيديو المقبل الوغ الفيديو المقبل غادي نحاول باش ندير لكم كما قلت لكم هذاك الابليكي وغادي ندير فيه واحد الطرزه باش نديكوريوه ومن بعد غادي انا نوعدكم باش ندير واحد السلسله ديال الطرز اليد انا راني عندي في بالي من شحال هذه في البروغرام ديالي وراهم بزاف اللي راهم بغاوني باش ندير الطرز اليد وانا غادي ندير حيت حتى هو داخل في هذا الشيء ديال لا كوتور كرياتيف اللي انايا هو المبدا ديالي صافي دونك الوغ دابا ما بقى ليا غير نقول لكم السلام عليكم ونتلاقاو ان شاء الله في الفيديو المقبل السلام عليكم.